مرحبا زملائي زميلاتي كرام، يا ربي تكونوا موفقين. بتمنى تدعموا لي القناة باشتراك مع تفعيل زر الجرس، تصلكم كل الاشعارات ومشاهدة الفيديوهات، وبكون اسهل لو تشوفوا القوائم التشغيل، قوائم التشغيل مصنفة، ومع كل فيديو بتشوفوه يا ريت لايك وتعليق عشان تعمل القناة. أشكركم كتير. زيجي أرتي كوليجينين زيجي أرتي كوليجين برونشيال أفيوليغي لاباجي أوف كليرونك فخش براغ بروفونك دكتور ألاتسوري. Das ist eine moderne Untersuchungsmethode zur Entnahme von Schleimproben aus der Lunge und dem Bronchialbaum Zellenkrankheitserreger. هذا الإجراء حديث لأخذ مخاط وخزعات من الرئة والطرق من الشجرة القصبية، خلايا أو عوامل مرضية. Um diese Untersuchung zu machen, müssen Sie 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern fastend sein. قبل الفحص ب 8 ساعات لازم تكون صايم. Um diese Untersuchung zu machen, bekommen Sie etwas zu schlafen. عند إجراء هذا الفحص سوف تنام قليلا. Dann sollen wir einen Schlauch mit einem Kamera am Ende durch Mund, Luftröhre bis zu unteren Atemwegen einführen. بعد ذلك ينبغي علينا ندخل أنبوب أو خرطوم صغير مع الكاميرا في نهاية الخرطوم خلال الفم والرغامة حتى الطرق التنفسية السفلية. Dann werden die unteren Atemwege mit 0,9 Rotzen Kochsalzlösung geschwollt. بعد ذلك سوف نغسل بمحلول ملحي 9 بالألف الطرق الهوائية السفلية. Danach saugen wir die Lösung ab und wird in einem sterilen Gefäß vor das Labor zur Untersuchung gesammelt. بعد ذلك نسحب أو نشفط السائل ونجمعه في أنابيب معقمة لأجل الفحص المخبري. Komplikationen, Verkrampfung der Bronchien, تشنج القصبي، الاختلاطات، أول شيء تشنج القصبي، Blutungen in den Bronchialbaum، النزف في الشجرة القصبية. وصلنا لنهاية الفيديو هذا القصير، أرجو الاشتراك في القناة ودعم القناة باشتراك ولايك وشير. مشاهدة الفيديو عدة مرات، نشره بين زملائنا الأكارم، ولكم جزيل الشكر وفيلكلوك.